لفتح ملف نهب أملاك الدولة في العراق ينضم إلينا عبر سكايب أو عبر الهاتف من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الأستاذ صباح المختار. أستاذ صباح، بداية مرحبا بك. إحصائيات وزارة المالية الحالية تكشف عن 300,000 عقار من عقارات الدولة تستولي عليها الأحزاب والجماعات المسلحة. ماذا يعني هذا الرقم الكبير، لا سيما وأنه خلال نحو 20 عاما فقط؟ يعني مع الأسف أنه هذا الرقم مهول وغريب. أنا لا أظن أن هناك دولة في العالم يوجد فيها أرقام من هذا النوع. يعني هناك في كل مكان في العالم قد تكون هناك اعتداءات على أموال أو أملاك لأشخاص أو للحكومة، ولكن أن يصل الرقم حسب إحصائيات وزارة المالية إلى 300,000 عقار، هذا شيء غير معقول إطلاقا. لكن في نفس الوقت هذا ليس غريب، لأنه تم الإساءة وتم الاستيلاء ليس فقط على هذه العقارات بالذات، تم الاستيلاء على الدولة، تم الاستيلاء على الصناعة، تم الاستيلاء على الزراعة، على المياه، على التعليم. هذه المجموعة التي تحكم في بغداد والتي جاء بها الاستعمار الأمريكي وسلمها إلى الإيرانيين تستولي على كل ما موجود في العراق من النفط إلى حياة البشر، وبالتالي هذا الرقم ليس مستغربا. ولكن في الحقيقة يفترض أنه على الأقل بالنسبة إلى الدولة أو الوزارة المالية أو المسؤولين عن إدارة هذه الدولة أن على الأقل يحصلوا على الأموال، أما على الإيجار أو عن ثمنها لغرض توفير المال للدولة لكي يسرقوها على الأقل. أما أن تترك هذه العقارات تستولي عليها الميليشيات والأحزاب والأفراد، هذا يعني دليل على أقصى درجات عدم الكفاءة. أيضا بحسب دكتور صباح، عذرا، بحسب لجنة النزاهة النيابية فإن ملف عقارات الدولة المنهوبة لم يدرج حتى الآن ضمن برنامج حكومة السوداني. بما تفسر ذلك برأيك؟ أنا في ظني أن كل التوقعات من حكومة السوداني هي في غير محل. السوداني هو واجهة للمالكي، وهو استمرار برؤساء الوزراء الذين تولوا السلطة في السنوات الأخيرة. هؤلاء الأشخاص ليس لديهم برنامج من أجل العراق، لأنه كيف يمكن تفسير حكومة السوداني حينما تتحدث عن موضوع السرقات وموضوع استشراء الفساد في الدولة، حينما يكون المسؤولين الأرفع منه والأعلى منه واللي بجانبه الميليشيات وغيرها هم المسؤولين عن الفساد. طيب هذا الفعل أستاذ صباح، يعني إذا كان لا يحق لوزير المالية تخويل مدير عام دائرة عقارات الدولة بيع الأموال المنقولة من دون النشر في الصحيفة أو المزايدة العلنية، ماذا يمثل هذا الفعل في القانون أستاذ صباح؟ بالتأكيد هذا استهتار بالقانون. قانون بيع عقارات الدولة والأموال المنقولة ينص على إمكانية في بعض الحالات القليلة المحددة أن لا يتم النشر، ولكن هذا أولا هناك متطلبات في القانون، يجب تحديد العقارات المشمولة بهذا، يجب وضع فترة زمنية، يجب وضع بعض القيود أو تحديد لماذا هذه الضرورة أن لا ينشر. أما موضوع أن وزير المالية هو الذي يخول مدير عام الدائرة بدون النشر، فأما أن يكون الوزير لا يعلم أو أنه شريك في ذلك. يتحدث العراقيون، عذرا أستاذ صباح المختار، يتحدث العراقيون أنه لم تقم أي حكومة بمحاسبة من سبقتها ممن حكمت وتولت المناصب أبدا. يعني هناك من اختلس الملايين والمليارات ولم تتم محاسبته إلى الآن. اللجنة المالية في البرلمان السابق أقرت أن وزير المالية الأسبق علي علاوي متورط في بيع عقارات الدولة،
لماذا برأيك هذه المنظومة التي لم يتم فيها محاسبة أي متهم من السياسيين حتى الآن؟ البرلمان الموجود المنتخب في العراق لا يهم موضوع محاسبة أحد. حينما يتحدثون عن محاسبة أحد المسؤولين يكون اختيار لشخص معادي لهذه المجموعة، فمجموعة مقتدى يريدون محاسبة الوزير المحسوب على المالكي، ومجموعة المالكي أو قيس الخزعلي يريدون محاسبة المسؤول أو الوزير الذي ينتمي إلى الفئة الأخرى. هذه ليست اللجنة المالية في البرلمان السابق وحتى الحالية. يجب أن يكون الهدف هو أولا رعاية مصلحة الدولة، وثانيا يجب المحاسبة بالتساوي. هي المسألة ليست مسألة انتقائية أن يحاسب شخص ولا يحاسب آخر. يعني السرقات التي حصلت في العراق سواء كانت أموال الضريبة أو النفط أو النكبات التي أعلن عليها مؤخرا لا يوجد مثيل لها في العالم، والبرلمانيين ساكتين عن هذا الموضوع، يجدون أحد الأشخاص للحديث عنه. وحتى حينما تحدثوا، وهذا يعود إلى حكومة السوداني، حينما تحدثوا عن إلقاء القبض على الأشخاص ثم بعد ذلك أطلقوا سراحهم بكفالة واستحصلوا مبالغ قليلة جدا. أحيانا أو غالبا أستاذ صباح المختار يتم تطويع القانون من أجل تنفيذ مصالح للسلطات أو الأحزاب النافذة أو المتنفذة في العراق. يعني على سبيل المثال وأحد هذه الأمثلة، كثير من العقارات التي تستولي عليها الميليشيات والكتل السياسية تحولت إلى مشاريع استثمارية، مشاريع استثمارية تصب في صالحها. هل يمكن بالقانون أستاذ صباح نزع تلك الملكية وتحويل مدخولها إلى خزينة الشعب، خزينة الشعب العراقي الذي هو أحق بها؟ حينما تكون هناك في العراق سلطة وطنية ويكون هناك قضاء مستقل، بالتأكيد يمكن العودة على هذه العقارات التي تم الاستيلاء عنها بطريقة غير مشروعة، سواء كانت في ذلك أما بالتزوير والوثائق ودوائر السجن العقاري، أو كانت تعارض قواعد البناء في العراق. هناك أصلاً قانون في تخطيط المدن، وبالتالي ليس كل مكان يمكن عمله مشروع تجاري أو مشروع أو مول أو بناء من هذا النوع. أما إذا كانت مقررة هي سكنية ثم تحول إلى مشروع استثماري، هناك متطلبات، فإذا لم تستوفى هذه المتطلبات، وأنا أظن في الوقت الحاضر ليس هناك أي نية لاستيفاء المتطلبات القانونية للسيطرة على العقارات. ومن هنا يأتي بيان وزارة المالية 300 ألف عقار. نعم، من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الأستاذ صباح المختار، شكرا جزيلا لك.